بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. إن شاء الله اليوم راح نكمل الجزء الثالث إن شاء الله، وراح يكون الأخير، راح أحاول أخليه الأخير من درس حركات الوحدة الأولى أو الدرس الأول في الوحدة الأولى، اللي هو الحركات التحررية النضالية، حركات التحرر الوطني مفهومة أو أهدافها. وتعرفنا على الجزء الأول ووصلنا ل اللي هي الترتيب، الترتيب الزمني للتسلسل الزمني للقادة. وصلنا إلى أهداف حركات التحرر وشفنا شو أهدافها. اليوم إن شاء الله حنبدأ في الأساليب والوسائل اللي تم استخدامها في حركات التحرر عندنا في الهند: المهاتما غاندي، فيدل كاسترو في كوبا طبعا، ونشوف ايش هي الاساليب التي تم استخدامها في هذه النشاطات، وراح نشوف ما هي المقاومة السلمية والمقاومة نشوف عندنا المهاتما غاندي وسياسة اللاعنف التي استخدمها. وزي ما اتعودنا نرجع للخرائط المفاهيمية، المهاتما غاندي اتبع سياسة اللاعنف أو المقاومة السلمية. طبعا قرر في مؤتمره الوطني بقيادة غاندي الاستقلال وهو الهدف الأساسي. طيب في عام 1929 ماذا استخدم؟ استخدم العصيان المدني. ما المقصود بالعصيان المدني؟ راح نشوف المقصود في العصيان المدني عندنا هو عبارة عن طبعا موجود عندنا عصيان رفض وخضوع للقوانين أو اللوائح. من أساليبه اللاعنف أو من أساليبه العصيان المدني المقاومة السلمية. نرجع تاني لمخططاتنا المفاهيمية، هذه استخدمها، وقد يعني من أساليب هذه المقاومة السلمية عدم دفع الضرائب، إقامة سلطات ثورية في القرى، مقاطعة البضائع. يعني لو الطالب أجاب العصيان المدني رفض الخضوع للقوانين متمثلة في عدم دفع الضرائب، سلطات برضو بتيجي صح. نشوف الآن فيديو صغير عن مقاومة المهاتما غاندي. المهاتما غاندي طبعا استخدم زي ما احنا شايفين رفض هذا الزعيم الهندي المهاتما غاندي التعاون مع الإنجليز، واتبع سياسة اللاعنف أو المقاومة السلمية طبعا، يعني دون استخدام أي حرب. قرر في مؤتمره في لاهور عام 1929 الاستقلال وهو هدفه الأساسي. استخدم العصيان المدني اللي احنا حكينا عنه انه هو عدم الامتثال لقوانين المحتل، تمثلت في عدم دفع الضرائب، مقاطعة بضائع الإنجليز، ثم أقام سلطات ثورية في القرى، فأدى ذلك إلى هروب جنود الإنجليز من ثكناتهم العسكرية. إذن المهاتما غاندي قرر في مؤتمره في لاهور استخدام العصيان المدني بعدم دفع الضرائب ومقاطعة البضائع وإقامة السلطات الثورية التي أدت إلى هروب الإنجليز. الآن شفنا في الكتاب المهاتما غاندي وشفنا جزء منه، راح نشوف الآن فيدل كاسترو ومع مين تحالف في حرب التي استخدمها، وهي حرب العصابات أو الكر والفر اللي استخدمها فيدل كاسترو مع جيفارا. إذا فيدل كاسترو استخدم حرب العصابات، حرب الكر والفر في كوبا طبعا، استخدم أو قام بالهجوم على الثكنات العسكرية ولجأوا للجبال وتحصنوا، وتحالف مع تشي جيفارا الأرجنتيني لإسقاط الحكم، واشتدت الثورة حتى تم الانتهاء من الاحتلال عام 1959. وزي ما شفنا فيديو صغير لمهاتما غاندي، نشوف فيديو صغير لفيدل كاسترو. الآن فيدل كاسترو طبعا زي ما شفنا استخدم حرب العصابات وهي الكر والفر طبعا، فيها الهجوم على الثكنات العسكرية
تحصن في الجبال، تحالف مع تشي جيفارا وشكل اللي هي الجبهة الوطنية، ثم وطبعا ضد نظام الحكم المستبد، ثم اشتدت الثورة حتى تم إنهاء نظام الدكتاتوري عام 1959. إذن كاسترو تحالف مع جيفارا وتحصنوا بالجبال وقاموا حكومة وطنية حتى استطاعوا القضاء على النظام اللي هو الدكتاتوري عام 1959. وشفنا إذن نشوف النشاط اللي موجود عندنا، نستنتج الأساليب التي استخدمتها. طبعا زي ما حكينا المهاتما غاندي الأسلوب السلمي أو اللاعنف، فيدل كاسترو اللي هو حرب العصابات والكر والفر. نفرق بين الأساليب والوسائل ونشوف عنا المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة، ونشوف عنا جدول المقاومة السلمية زي ما شفنا عصيان مدني، لا عنف، عدم دفع الضرائب، مين استخدمها؟ مهاتما غاندي. المقاومة مسلحة، استخدام القوة كحرب العصابات، التحالف مع قوى أخرى زي فيدل كاسترو وجيفارا. نرجع تاني لكتابنا، وفي عنا نعطي أمثلة على الانتفاضة، على الأساليب التي استخدمها الفلسطينيين في انتفاضة الحجر. طبعا استخدموا عمليات استشهادية، رشق بالحجارة، إشعال الإطارات التالفة، الزجاجة الحارقة، المسيرات السلمية، الإضرابات، الاعتصامات، كل هذه أساليب استخدمها الفلسطينيين. نشوف مشهد صغير من الانتفاضة الفلسطينية العام 1987 بشكل سريع. نشوف الانتفاضة الآن. في عنا قضية للنقاش، وقضية للنقاش ممكن رأيي أنا مختلف عن رأي الطالب، ممكن رأيي أنا مختلف عن رأي المعلمة في مدرسة أخرى، عن رأي الأستاذ في مدرسة أخرى. فأنا حاطي رأيي، مش شرط إنه هذا الرأي هو رأي قطعي ورأي صحيح، هناك يعني ممكن يكون في اختلاف. يرى البعض أن الأسلوب السلمي لا يحقق أهدافه إلا باستخدام أساليب أخرى. الأسلوب السلمي أو الأسلوب الشعبي أسلوب له فعالية، ولكن فعاليته تحتاج لفترة زمنية طويلة، مع أنه الأسلوب السلمي بيحرج المحتل، تمام، ويقدم فيه الشعب تضحيات كبيرة، لأنه المحتل أو المستعمر بيكون عنده أساليب أكتر منها، لذلك فهو بحاجة إلى مساعدة كالمقاومة العسكرية أو أنواع مقاومات أخرى سياسية ممكن تندرج تحت السلمي أو الاقتصادية. هناك من يرى أنه الأسلوب السلمي لحاله يكفي، طبعا هذا رأيي أنا، ممكن يكون هناك آراء أخرى، مش بالشرط تكون الإجابة قطعية للكل. في عنا شكل مخططاتنا المفاهيمية لنفرق بين الأساليب المقاومة السلمية لعنف عصيان مدني استخدمها مهاتما غاندي، القوة العسكرية حرب العصابات في القوى المسلحة استخدمها فيدل كاسترو، أساليب استخدمها الفلسطينيين اعتصامات، رشق بالحجارة، عمليات استشهادية، مسيرات سلمية، زجاجات حارقة. نرجع لكتابنا مرة تانية ونشوف عوامل نجاح حركات التحرر، وحنقسمها لعدة أقسام. أول إشي راح نشوف عوامل نجاح انتفاضة 87، راح نشوف عوامل نجاح الثورة الجزائرية، بعدين راح نشوف عوامل أخرى ونستنتجها من خلال النص اللي موجود عندنا. نرجع تاني على مخططاتنا مرة تانية ونشوف عوامل نجاح حركات التحرر. طبعا الانتفاضة الفلسطينية في 87 اتسمت، واحد بالشمول، بالتنظيم، بالسرية، بالعصيان المدني، كانت هناك مشاركة فاعلة والتجديد، فكل شهيد يغذيها من جديد، بمعنى أنها لم تتوقف. هذا بالنسبة للانتفاضة الفلسطينية. نرجع على كتابنا، إذن اتسمت عنا عصيان مدني، شمولية، سرية، تنظيم جيد، مشاركة فاعلة، دائما اتسمت بالتجديد، فدم كل شهيد كان دافعا لها. لماذا؟ لتستمر.
طبعا الانتفاضة الفلسطينية يعني استشهد فيها 1200 شهيد غير الجرحى، 120,000 جريح معتقل، 120,000 تشرد، 150,000 كمان نشوف عنا في ملفنا الملخص عوامل نجاح حركات التحرر اتسمت بالشمولية، بالعصيان المدني، التجديد، كل شهيد يغذيها، التنظيم والسرية. طبعا هذه كلها اتسمت فيها. طبعا لماذا لتستمر؟ هذا شيء. طبعا زي ما شفنا فيها 1200 شهيد خلف الجرحى والأسرى. نأتي للفقرة اللي بعديها اللي هي خاصة بالثورة الجزائرية، ونشوف عنا بعض الفيديو اللي بيسجل لأحداث الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية. الثورة الفلسطينية هيك شوية يعني صور للثورة الفلسطينية وأحداثها اللي دارت عام 1987، ونشوف عنا الثورة الجزائرية، ونشوف الفيديو تبعنا. عدد كبير من الشعب الجزائري بمعظم فئاته، كل فئات الشعب الجزائري اللي هو عاصر أو شارك في الثورة، مساندة الجيش نفسه شارك في الثورة. بلغت تضحياتها إلى أن وصلت إلى ثورة المليون شهيد. تكونت فيها جبهة التحرير، كان لها دور كبير. طبعا هذه جبهة التحرير في تعبئة الملايين من الرجال، النساء، الأطفال، الشيوخ، شاركوا، الكل شارك في الانتفاضة الثورة الجزائرية، عمال، نساء، شباب. طبعا وهذا كان سبب كبير لنجاحها. إذا شارك فيها نسبة عالية من الجيش التحرير، عمال، نساء. طبعا سميت بثورة المليون شهيد. بلغت تضحياته زي ما قلنا، فيها جبهة التحرير عبأت الشعب كله، فكانت أكبر مثال للتضحية والانتصار أمام المحتل الفرنسي. فمخططاتنا شارك فيها الشعب من مختلف فئاته، ساند جيش التحرير الجزائري الثوار. بلغت التضحيات ما يقارب من 1.5 مليون شهيد، ثورة المليون شهيد. جبهة التحرير كان لها دور في تعبئة الجماهير، شكل الفلاحين نسبة عالية من المجاهدين بالإضافة للعمال والنساء والشباب. هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى نجاح حركات التحرر، كالروح المعنوية العالية لدى الثوار. هذا واحد. اثنين، دور الأمم المتحدة في حل القضايا، يعني كان لها دور في استقلال بعض الدول. نقل العديد من القضايا لهيئة الأمم وتدويلها. ما معنى تدويلها؟ يعني جعلها دولية لتصبح أكثر انسجاما مع المبادئ التي قرر، زي حق تقرير المصير، حقوق الإنسان، والحق في المقاومة. نستنتج الأسباب التي أدت إلى نجاح حركات التحرر زي ما إحنا شفناها، اللي هي الروح المعنوية للثوار كانت عالية، تدخل الأمم المتحدة التي حسمت في حل بعض القضايا، وحصول الدول على استقلال وتدويل بعض القضايا وجعلها أكثر انسجاما مع اللي هي حقوق الإنسان، حق تقرير المصير. نفسر استمرار الانتفاضة حليناها في الأول لأنها شاملة، استخدمت العصيان المدني، كل شهيد كان يغذيها، كانت سرية، قضية زي للنقاش زي ما حكيت لكم. يعني رأيي أنا مختلف عن رأي الطالب، مختلف عن رأي المعلم، أنا رح أبدي رأيي وهو مش شرط قاطع. لماذا ينخرط فئات الشعب في العمل النضالي التحرري؟ لأنه إحنا قلنا كل فعل إله رد فعل، فوجود الاستعمار هو الفعل، ردة الفعل، لازم يكون عنا عمل تحرري. مين اللي حيقوده؟ كل فئات الشعب، عمال، أطفال، نساء، شيوخ، ضد الاستعمار. وصلنا للمرحلة
أو الدرس أو الفقرة الأخيرة من الموقف الدولي ونرجع تاني لمخططاتنا عشان تسهل علينا ونرجع لتلخيصنا وإن شاء الله يكون في فايدة للجميع. الموقف الدولي للشعب حق في المقاومة. في المقاومة من أقر ذلك؟ الشريعة الإسلامية، القوانين الدولية، الأمم المتحدة التي كانت تهدف للحفاظ على الأمن والسلام. ممتاز، هي أول نقطة. إذن المقاومة أقرتها كل هاي القوانين منذ أن وجد الإسلام إلى أن تم تشكيل هيئة الأمم. المواقف الدولية التي أكدت، المواقف الدولية أكدت على أنه حق تقرير المصير، كل الشعوب لها حق تقرير مصيرها، تمارس كل الوسائل سلمية أو مسلحة. من يؤكد ذلك؟ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الدفاع الشرعي عن النفس، يحق للشعوب الدفاع عن نفسها. الحقوق المدنية والاجتماعية التي أكدت عليها حقوق تقرير المصير العالمية. إذن صار عندنا الفقرة الأولى الحق المقاومة، الشرعية الإسلامية، الشريعة، قوانين الأمم، عندنا المواقف زي التي أكدت على حق تقرير المصير في قوانين دولية من الأمم المتحدة في المادة 51، حقوق تقرير المصير التي أقرها كتير من الرؤساء. الآن اتفاقية جنيف عام 1949 أكدت أنه على المقاومة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط: قيادة مسؤولة، رمز معين، حمل السلاح، تطبيق قوانين الحرب، وهذه شروط أساسية في المقاومة. أيضا البروتوكولين الإضافيين عام 1977 اللي هو تابع لاتفاقية جنيف أقر أنه نضال الشعوب واجب لتقرير مصيرها، وأنه يجب في حال وقوع أفراد المقاومة يعاملوا كأسرى حرب. هذا فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة اللي موجودة عنا. الآن آخر جزئية عنا، هناك بعض الدول كالحالة الفلسطينية الذي يعتبر استخدام الفلسطينيين لحركات التحرر كإرهاب ويدعو أنه هذا إرهاب ولا بد من القضاء عليه، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه طبعا هذه حق شرعي للفلسطينيين. هذا بالنسبة لآخر جزئية عندي في الكتاب. ثم عندي سؤال: نوازن بين قرارات الأمم المتحدة وقوانين النزاعات الدولية. الآن عندي طبعا قوانين النزاعات الدولية اللي هو القانون الإنساني الدولي، والذي ينص على توفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا قادرين على المشاركة في الأعمال أو الذين دخلوا أو وقعوا في أسرى الحرب. جميع قرارات الأمم، المادة 51 والمادة الأولى منها التي تنص على حق تقرير المصير والدفاع الشرعي واتفاقية جنيف، أحقية المقاومة وحركات التحرر، والبروتوكولين الإضافيين عام 1977، كلها تؤكد على شرعية المقاومة واعتبارها عمل طبعا مسنود، بما انه لها قوانين معينة كأنه تحمل السلاح وإلها رمز ويطبقه. طالما هي ملتزمة بالقوانين الدولية إذن هي شرعية. نرجع لكتابنا والفقرة الأخيرة اللي موجودة عندنا داخل الكتاب نشوفها. عندنا يفسر بعض أعمال المقاومة على أنها أعمال إرهابية. كيف نرد على ذلك؟ أنا من رأيي اللي بيعرض نفسه للموت وبيقاوم أكيد مش راح يكون عمل إرهابي، لأنه هذا العمل فيه راح يفقد حياته. ففيش إنسان بيعرض نفسه للموت أو للخطر مقابل إنه يعني يكون إرهابي، بالعكس يكون صاحب رسالة
مصاحب وطن. هذا من رأيي طبعا، هذه قضية للنقاش، كل شخص يعني يناقش بالطريقة اللي بيرتقيها صح. طبعا تحياتي لكم، كانت معكم معلمة الدراسات التاريخية مع سمور، تابعونا إن شاء الله في فيديو جديد.